اليوم عندنا تمرين بايسبس وايد مطور. احنا العاده نسوي احنا واقفين من فوق. لما تسوي من واقف فوق انت عظمه الهيومرس امام العضد انت بتلفها بهذا الشكل. هذا ما تلفها تكون بطحه طبيعي. انت قاعد تستخدمها وهي بطحه طبيعي. هذا التمرين مطور عن التمرين اللي انت واقف وتسحب كيبل من فوق والبكره تكون عاليه. حط البكره على تقريبا شويه اعلى من المستوى قبضه الايد حتى تاخذ راحتك وحريتك في التمرين. ابدا بوزن خفيف وسوي هذا التمرين راح تشوفه وايد ممتاز وايد قوي وايد حلو حق الراس الخارجي يركز عليه يعطيك القمه يعطي قمه حق عضلات البايسبس.